واحدة من الحاجات اللي كل يوم هفضل اتكلم عنها وهفضل اشيد بيها وهفضل يعني ايه افرد لها مساحة كبيرة، عشان دايما مظلومين بصراحة في مصر في كرة القدم المصرية، اكتر ناس مظلومين في كرة القدم المصرية هم الحكام، دايما مظلومين، ناس دايما بتشتغل تحت الضغط، ناس دايما بتتهاجم عمال على بطال، ناس احيانا تظلم في مباريات او في ادارة مباريات ان هم ما ياخدوهاش عشان مين ضاغط ونادي ايه اللي ضاغط. ناس طبعا 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 على مدار التاريخ، يعني على مدار تاريخ رؤيتي للكوره، دايما الحكام تسمع عن مستحقاتهم المتاخره، يقول لك بقى لهم سنه ما بياخدوش فلوس. فالناس دي بتشتغل تحت كل هذه الضغوط ودائما تؤدي بشكل جيد، وتحديدا في المحافل الدوليه. هم طبعا بيأدوا هنا كويس كمان، بس عشان الامور جماهيريه ما بنقدرش ده كويس، لكن هم بره لما بيطلعوا بنفرح بيهم عشان بيبقوا فخر بلدنا وفخر رياضه بلدنا وكره القدم المصريه. واحد من الاسماء اللي ابدعت في كاس الامم الافريقيه الاخيره وظهر بشكل رائع جدا، واحد ضمن مجموعه شرفتنا في كاس الامم الافريقيه، هو الكابتن الكبير كابتن امين عمر الحكم الدولي. يا كابتن امين مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا وبهنيك على المستوى العظيم في كاس الامم الافريقيه. مساء الخير يا كابتن كريم، ومتشكر جدا طبعا المقدمه الجميله دي، والحمد لله على توفيق ربنا لينا. الحمد لله الاداء كان رائع، وما اكدبش عليك يعني وهكون امين معاك، فوق كمان كل التوقعات. يعني الناس انتوا رايحين، طب هو مين من الحكام اللي مش هيظهر بشكل كويس؟ الحكام المصريين، مين من الحكام المصريين اصل هم ما تجهزوش كويس، فكنا قلقانين المستوى بتاع المنتخب ما كانش افضل شيء، كنا قلقانين كمان على حكامنا، بس انتوا كنتوا الصوره المضيئه لينا في هذه البطوله. والله يا كابتن احنا ده مجهود تعب سنين، وكنا مركزين ومعدين نفسنا احنا بشكل فردي كويس جدا، كل واحد داخل البطوله وعنده اهداف لازم يحققها ويشتغل عليها. انا واحد من الناس عندي هدف ان انا اظهر بشكل محترم جدا في البطوله، انا من ضمن 20 حكم محترف لازم انا احافظ على المكانه بتاعتي في معسكر الحكام المرشحين لكأس العالم، فانا عندك دوافع كتيره جدا انت بتشتغل عليها. صحيح. بغض النظر بقى عن اللي بيحصل في مصر، لا انت مركز وعندك هدف اللي انت بتشتغل عليه عشان ربنا يكرمك وتوصل له ان شاء الله. طيب بغض النظر عن اللي بيحصل في مصر، في جمله انت اكيد سمعتها كتير والناس حتى على السوشيال ميديا وحتى في الاعلام بيتكلموا عنها، يقول لك ما هو بيظهروا بشكل عظيم اهو في البطولات القاريه والدوليه، هم ليه هنا في الدوري المصري ما بيبقاش بنفس المستوى؟ ردك ايه على الكلام ده؟ والله الحكم في مصر هو الحكم بره مصر، بس المشكله اللي كل واحد بيبص من منظور مصلحته الشخصيه، الجمهور بتبص لمصلحتها بس. لو انت حسبت حاجه للفريق ده، لا ده بيلعب ضد الفريق ده، لو انت حسبت على الفريق ده حاجه، ده عشان خاطر الفريق ده، اصله بيخاف من الجمهور، اصله بيخاف، الكلام ده ما بيحصلش. انت لما الجمهور المصري اتفرج على التحكيم المصري بعين المحايده، اول واحد شكر في الحكم المصري هو الجمهور. صح. ليه؟ لأن شال انتمائه خالص وبص اللي الحكم ده ابن بلده بيحكم بحالات تحكيمية. تمام؟ صحيح. فإدى له حقه، بس هي دي المشكلة ببساطة شديدة. طيب كابتن أمير، إمتى كابتن أمين عرفت بخبر توليك المباراة الافتتاحية أنت والطاقم المصري، وإزاي الخبر ده يعني تلقيته إزاي؟ هو طبعا الحمد لله قبل الافتتاح بيومين. اللجنه بتجهز اكتر من طاقم تحكيم عشان خاطر هو اللي يبقى يدير المباراه الافتتاحيه، فكان في حوالي ثلاثه. احنا طبعا كل يوم في البرنامج بيعمل في روتيشن، مين بيلعب ملعب، في ناس عندها فيتنس، فانت اتحطيت انت والطاقم معاك بشكل غير مباشر اللي انت هتلعب زي ميني ماتش صغير كده، تجهيز يشوفوا مين الاكثر جاهزيه، اكثر تركيز، اكثر انسجام، اكثر تفاهم. فالحمد لله الحمد لله في الثلاث ايام اللي قبل مباراه الافتتاح الطاقم المصري ادى بشكل كويس جدا، لفت الانظار للناس، خلت حتى الحكام هم اللي قالوا ان الطاقم المصري هو الاحق اللي هو يلعب مباراه الافتتاح. الله. فالحمد لله الحمد لله، يعني ده كان كرم ربنا وتوفيقه علينا اللي ربنا كرمنا وقدرنا نقدم مباراة الافتتاح بشكل كويس جدا.